خلونا نبدأ أخبارنا الرياضية بنادي الزمالك اللي بيتوج ببطولة السوبر الإفريقي بعد ما فاز على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، ده بعد انتهاء المباراة اللي جمعت ما بين الفريقين بإستاد المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض بالتعادل 1-1. فريق رجال كرة اليد بنادي الأهلي بيفوز على فريق جامعة سيدني الأسترالية بنتيجة 49-15 في بداية مشواره بكأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب اللي بتستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة. كمان فريق كرة اليد بس في نادي الزمالك بيفوز على فريق تاوباتي البرازيلي بنتيجة 30-25 في بداية مشوار كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب اللي بتستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة. هنروح لكريم هنداوي حارس مرمى فريق كرة اليد بنادي الزمالك اللي بيحصل على لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام تاوباتي البرازيلي، وده زي ما قلنا في بداية مشوار كأس العالم للأندية بكرة اليد. نروح لفريق الخليج السعودي اللي بيفوز على فريق كاليفورنيا إيجلز الأمريكي بنتيجة 48-25 في افتتاح مباراة كأس العالم للأندية زي ما ذكرنا اللي بتستضيفها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، وده في لقاء الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة. امبارح مطار القاهرة الدولي بيستقبل مواهب ناشئي كرة اليد مواليد 2006 بعد تتويجهم ببطولة أفريقيا بالفوز على منتخب تونس بنتيجة 34-29 في نهائي البطولة الأفريقية اللي بتقام على أرض الأخير. كده مشاهدينا نكون خلصنا نشرتنا الرياضية، نرجع لزملائنا محمد وبسنت لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر. شكرا ليك رجائي.